ولمزيد من التعليق بشأن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من اسطنبول ناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور يحيى طيب. مرحبا بك دكتور يحيى. هيئة علماء المسلمين في العراق أدانت انعقاد مؤتمر الوسطية والاعتدال في بغداد، ما الهدف الحقيقي من هذا المؤتمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك أهداف كثيرة، لكن أبرز الأهداف لهذا المؤتمر هي عملية تلميع صورة حكومة الاحتلال السادسة والتغطية على فسادها والسكوت على جرائمها بحق المواطنين، وأيضا السكوت على فسادها المالي والإداري وعلى كل الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين. ثم هي عملية تسويق لمشروع الاحتلال الذي جاء بهذه الحكومة والحكومات السابقة، والتغطية أيضا على التواجد الإيراني وتدخله في الشأن العراقي، وأيضا لإعطاء صورة مخالفة للواقع ولحجم الميليشيات وحجم الجرائم التي ترتكبها بحق العراقيين الأبرياء. الهيئة استغربت مشاركة علماء وأساتذة جامعات في هذا المؤتمر، هل تضفي هذه المشاركة الشرعية على هذا المؤتمر و يعني تؤيد ما جاء فيه باسمه مؤتمر للوسطية والاعتدال؟ بالتأكيد أخي الكريم، مشاركتهم مع شديد الأسف هي إعطاء ليس مشروعية للمؤتمر بقدر ما هي إعطاء مشروعية لآلة القتل التي تمر ضد العراقيين، وكذلك تكفير سواد أهل الباطل وأيضا خداع للرأي العام ويبرر جرائم القتل التي حصلت سابقا والتي ربما تعطي تفويضا لارتكاب جرائم في المستقبل، وهؤلاء لا عبرة لهم أخي الكريم. لماذا؟ لأن جرائم الحكومة أصبحت يعني واضحة وموثقة، وثقتها هيئات دولية ومنظمات إنسانية كثيرة، ثم الواقع الموجود من التشريد والقتل إلى الآن لا زالت جثث الضحايا في الموصل وغيرها تحت الأنقاض. فبالتالي مع شديد الأسف هؤلاء يعطون مشروعية لآلة القتل وهم شهود الزور على هذه الحالة. والمؤتمر كما هو معلوم كان برعاية العبادي، هل تعتقد أن العبادي استغل هذا المؤتمر لمآرب خاصة؟ بالتأكيد أخي الكريم، ما كان يسمح له أن يقام لولا هناك تخطيط مسبق أولا لتبييض يعني المشروع الأمريكي الإيراني وإعطاه الصورة خلاف الواقع وخداع الرأي العام بالشعارات التي ذكرها في كلماته، الديمقراطية والوحدة الوطنية والتعايش السلمي ومكافحة الإرهاب. والحقيقة أن كل هذه عناوين ليس لها شيء على أرض الواقع، بالعكس لا زال النهج الطائفي الذي تمارسه الحكومة بحق المواطنين، لا زالت الجرائم التي ترتكب بحق المواطنين موجودة. فهو أراد أن يعطي صورة يعني أخرى مغايرة وتسويقها لموجودين في المؤتمر. إذن ما الأضرار المترتبة على إقامة هذه المؤتمرات؟ الأضرار كثيرة أخي الكريم، منها تشويه الحقائق، الحقائق التي يفرزها الواقع والموجودة الآن هي بخلاف ما ادعاه العبادي في كلمته وبخلاف ما يسوق له، ثم التستر على المجرم الحقيقي. هو أشار إلى جهة معينة بأنها هي السبب التدمير وسبب الخراب، بينما الحقيقة أن سبب الخراب وسبب التدمير المشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني، ثم وجود هذه الميليشيات التي أعطاها صبغة قانونية وسمح لها بأن تمارس القتل تحت مظلة القانون، وهذا سيؤدي إلى انتشار يعني جرائم القتل واستمرار آلة القتل بحق العراقيين، ولن يتغير من واقعهم شيء طالما هناك من يتستر على تلك الجرائم وطالما هناك من يسكت على هذه الجرائم. شكرا جزيلا لك من اسطنبول ناطق باسم هيئة علماء المسلمين في العراق دكتور يحيى الطائي.